قوته في أنه لا يهاب خوض غمار كل جديد، قوته في أنه لا يهاب الفشل، وفي أنه كلما وجد أن الوصول للمبتغى أمر صعب كلما أصر أكثر وأكثر على نيل مبتغى. الإنسان إذا بده يخلق نجاح لازم نجازف ولازم نخلق شركات جديدة ونخلق فرص عمل. ممكن الواحد يفشل، ولكن الفشل بيؤدي للنجاح برأيي. في عام 2009 دوّ اسم ذاك الشاب بين العرب وفي العالم حين اشترت شركة ياهو ابتكاره مكتوب، البريد الإلكتروني باللغة العربية الذي جذب في 9 سنوات 16 مليون مستخدم، فألحق اسمه بأكبر صفقة من النوع في العالم العربي. هو لم يكتفي بهذا الإنجاز، بل انكب على ما أسماه حل مشاكل العرب في مجال تطغى عليه الإنجليزية، فأنشأ برامج بلغة وطنه الأم الأردن تمكن المتصفح من التواصل والتجارة والتعلم وحتى اللعب بالعربية. وهو يسير على درب النجاح من خلال شركته جبار، أنشأ تحت شجرة الزيتون المؤسسة التي تساعد الأقل حظوظاً على متابعة تعليمه، فيما يمسك بيد شباب يقصدونه للاستثمار التكنولوجيا. نبحث عن الشباب الذين لديهم أفكار يستطيعون خلق شركات كبيرة لها مستقبل كبير في المنطقة العربية وفي العالم حتى، وتخلق وظائف عمل كثيرة. إنه الرجل الذي ترجم العولمة إلى العربية.